ايام بقى في اشاعه وربع، دي برضو غريبه انا مش عارف هم حسبوها ازاي. في كل الاحوال وباختصار شديد وبكثافه شديده هقول لكم العشر شائعات اللي تم نفيها في 8 ايام حسب مركز الاعلامي لمجلس الوزراء. بيقول ايه؟ اول شائعه وقف معاش تكافل وكرامه. ها ازاي؟ انا مش عارف. تاني حاجه فرض ضرائب على المصريين في الخارج. دي انا بقول الشائعات دلوقتي يا جماعه اللي هي شائعات غير حقيقيه اكاذيب. وقدامكم يمكن الفيديو بيقول شائعات وحقائق. رقم ثلاثة قال لك الاستعانة بموظفين حكومي لتمثيل دور مرضى أثناء زيارة رئيس الحكومة البورسعيد. طبعا اللي طلع الشائعة دي يا إما شارب حاجة أصفرة يا إما مش عارف يعني بجد يعني إزاي هاو يعني إزاي برضو إنه رئيس الحكومة هيروح عشان يشوف ناس بتمثل دور عيانين، يعني هيقول له مؤاخذة يجيب كومبارس من قهوة بعرة بتاع الفنانين ويقول له أنت عايز أنا عايزك في دور عيان، طب ما يقول له بقى تعالى تعالى في دور ميت مثلا. بجد مسخره يعني حاجه لا تدخل عقل طفل. رقم اربعه او يعني الشائعه رقم اربعه قال لك نقص شديد في الادويه بمحافظه شمال سيناء. محافظه شمال سيناء من اكثر المحافظات اللي الحكومه بتهتم بيها لانها عارفه ان سكان المحافظه مظاليم اساسا وتعبوا يا عيني من محاربه الارهاب ومن اللي ماتوا لهم في مسجد الروضه يعني محافظه منهكه. فأقل حاجه ان الحكومه تعملها انها بتهتم بتوفير الادويه وتوفير المستلزمات. وعايز اقول لكم حاجه، القافله بتاعت 100 مليون صحه النهارده في شمال سيناء وعامله جهد وعامله يعني شغل عالي المستوى جدا، وفي جاي له ردود افعال من شمال سيناء في منتهى الجمال. الشائعه اللي بعد كده قال لك زياده اسعار الدواجن المجمده في الجامعات الاستهلاكيه غير حقيقي. قال لك زياده سعر رغيف الخبز المدعم غير حقيقي. قال لك تعرض القاهره الكبرى للسيول شديده الايام القادمه. هي من امتى القاهره بتتعرض للسيول؟ لم نرى في تاريخ القاهره اساسا السيول بمعنى سيول، يعني السيول معروفه انها موجوده فين؟ مناطق مخرات السيول، الجبال، الصعيد، البحر الاحمر، يعني الحتت دي. الشائعه اللي بقت رقم 8 نفوق المواشي بسبب فساد الامصال الحكوميه غير حقيقي. شائعه رقم 9 توحيد المناهج بالجامعات المصريه، ودي برضو شائعه برضو نص كم قوي. يعني هتبقى مثلا يعني ايه توحيد المناهج بالجامعات المصريه؟ يعني اللي هيدرس طب زي اللي هندسه، زي اللي هيدرس حقوق، زي اللي هيدرس اداب، ولا يعني برضو غير منطقي. رقم 10 اغلاق صفحات المدارس على الفيسبوك، وده مش حقيقي ايضا. بمناسبه المدارس النهارده كتير من المواقع والصحف نقلة تصريح للدكتور شاوي بيقول المدارس غير مؤهله لتطبيق نظام التعليم الجديد وجري تحريك المياه الراكده. في ناس خدت الجزء الاولاني، ما خلي اشاعه خلصت يا استاذ محمد بقى غير الصوره. ناس نقلك على لسان وزير التربيه والتعليم ان المدارس غير مؤهله لتطبيق نظام التعليم الجديد، وهم واقفين على طريقه لا تقربوا الصلاه. يعني بدل ما يكمل الايه ولا تقربوا الصلاه وانتم سكارى، لا ده قايل لك كده ولا تقربوا الصلاه، يعني كده الصلاه حرام. نفس المنطق. اما يقول لك طارق شوقي بيقول المدارس غير مؤهله لتطبيق نظام التعليم الجديد، طب هو الراجل عمل نظام ليه؟ طب هو قاعد ليه ما دام المدارس غير مؤهله؟ طب وبعدين المدارس غير مؤهله ايه المطلوب؟ يعني تحس كده جمله طايره ملهاش معنى. جمله طايره بتبقى ملهاش خبر، يعني مبتدا من غير خبر. او فعل من غير فاعل ومفعول. حاجه غير منطقيه. لكن هو بيقول جاري تحريك المياه الراكده، بمعنى ان المناهج احنا حطيناها او نظام التعليم الجديد احنا حطيناه وعارفين ان المدارس الحاليه مش هتقدر تطبق هذا النظام بنسبه 100%، فاحنا بنحاول نحرك المياه الراكده، يعني نحط هذا النظام على ارض الواقع ونجربه. وتفسير الكلام انه لو حصل في اخطاء، الاخطاء دي بيتم تداركها كاي نظام تعليم جديد. طبعا الدكتور طارق شوقي تعرض لحمله شعواء من السخريه برضو غير مقبول او غير معقول. يعني طلع لك بوتين بيكلم دونالد ترامب بيقول له انت عندك فكره هو نظام التعليم اللي قاله وزير التربيه والتعليم المصري ايه السر اللي فيه؟ طب هيطلع امتى؟ دي كلها كوميكسات نازله على السوشيال ميديا بعد ما الدكتور طارق شوقي قال لك ده هيبقى نظام يعني العالم كله هيتعلم منه. في بعض التصريحات ممكن تكون بحسن نية أو قصد، لكن طبعا بتلتقط بسوء نية شديد. مشكلة شراء القطن مشكلة عويصة للفلاح المصري، خصوصا وإحنا يعني القطن المصري ده كان هو والسينما أهم مصدرين
للدخل القومي المصري حتى ثورة يوليو 1952. السينما علي العوض هي والمسلسلات، واتمنى حد يصحى كده ويقول لنا عندهم استعداد الدولة والحكومة تحيي مرة اخرى الانتاج الدرامي والسينمائي والثقافي. دي قوتنا الناعمة اللي بتحتضر وللأسف وبتنهار الآن. وأنا بقول ده لرئيس الحكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هو راجل اقتصاد ورجل علم وأكاديمي، لكن مهم جدا يا دكتور مدبولي تجيب أولي الأمر فيما يتعلق بملف السينما والمسلسلات والثقافة. دي قوتنا الناعمة اللي بتنهار دلوقتي، بتنهار وبتحتضر، واللي شغالين فيها آلاف ومئات الآلاف من الأسر يعني بيعانوا العوز والجوع وقاعدين في البيت. بجد أنا بتكلم بجد، السنة دي 2018 نكسة السينما والدراما التلفزيونية المصرية للأسف الشديد السنة دي، ودي قوتنا الناعمة. الثقافة عليكم على الأرض، المسرح بقى وغناء وموسيقى وفن تشكيلي وكل وأدب ورواية في الأرض، دي كانت قوة مصر الناعمة الحقيقية في الأرض 2018. والحكومة على عيني وعلى راسي تهتم بالطرق والمزارع والمصانع والتكنولوجيا والطاقة الشمسية والمتجددة والضبع، عظيم كل ده، لكن كل ده لن يجد انسان يحميه اذا كان انسان ما عندوش وعي وثقافه، اذا كان انسان ما عندوش فيجن، ما عندوش ذوق فني، مش راقي ثقافيا، مش متحضر. كانك بتجيب انسان حجري تمسكه ايباد من العصور الوسطى. بالظبط كده. فالقوه الناعمه المصريه بتنهار دلوقتي. طيب